أهلا بحضراتكم من جديد. خلال الأيام القليلة الماضية تابعنا مع حضراتكم تصريحات بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في قمة جلاسجو للمناخ، واللي اتكلم فيها عن غرق بعض المدن الساحلية واللي كان منها الإسكندرية بسبب طبعا تغيرات المناخ وأيضا ارتفاع منسوب البحار. فورا بدأت هي السوشيال ميديا تتكلم بشكل موسع عن تخوفات من اختفاء المدن القريبة من البحار أو المدن الساحلية، واللي أتى في مقدمتها بالتأكيد الإسكندرية. طيب، يعني ما مدى صحة هذه المعلومات؟ هل بالفعل في يوم من الأيام ممكن نصحى نلاقي مدينة بالكامل اختفت، أم يعني ما هي حقيقة الأمر؟ على كل حال، مزيد من التفاصيل والتوضيح بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة. يعني دكتور عباس، برحب بحضرتك معنا يا فندم في التلفزيون اليوم السابع. اهلا وسهلا بحضرتك وكل مشاهدي قناه اليوم السابع. اهلا بك يا فندم. في البدايه خلينا نوضح يا فندم للساده المشاهدين، يعني ما معنى ارتفاع مستوى البحر بسبب تغير المناخ؟ هو بالنسبه لتغير المناخ المعنى البسيط بالنسبه لنا دلوقتي هو ارتفاع في درجات الحراره اللي بتؤدي الى ذوبان جزء من المناطق القطبيه اللي هي كلها جليد. جزء هذا الجليد لما يذوب المياه هتتجه الى البحار والمحيطات، وبالتالي تزداد الكميه فيزداد المنسوب فترتفع مياه البحار، بالاضافه الى زياده درجه الحراره بتؤدي الى تمدد جزيئات المياه ايضا. فاذا عندنا مياه البحار هتتمدد، معناها تزيد مستوى يزيد، وايضا كميات تاتي لها من المناطق القطبية، فيبقى هنا في ارتفاع في منسوب سطح البحر. الحقيقة يعني هذه الأشياء، هناك أشياء طبيعية. الكرة الأرضية من أهم سماتها أنها متغيرة باستمرار، يعني في ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة على مدار التاريخ الجيولوجي للكرة الأرضية. فإذا الكرة الأرضية من ارتفاع في الحرارة وارتفاع وهبوط في مستوى سطح البحر، سطح البحر كان في فترة من الفترات، بس هنا بنتكلم على ملايين السنين، كانت المياه مغطية مصر كلها بالكامل إلى أسوان، يعني الجبال الصخور اللي احنا عايشين عليها في القاهرة دي كلها صخور تكونت، كانت قاع بحر. لما نشوف منطقة الهرم والصخور الجيرية اللي في منطقة الهرم وأبو رواش وجبل المقطم، كل هذه صخور بحرية كانت في قاع البحر. لما نروح في الأقصر وأسوان ونشوف وادي الملوك والملكات وكل المقابر المحفورة في هذه الصخور، هذه الصخور كلها صخور بحرية. هذا هو الوضع الطبيعي للأرض، لكن ما يحدث الآن هو جديد على الأرض، إن الإنسان عمره يعني أقل من 200 ألف سنة. قبل كده كان كل النشاط خالي من نشاط البشر، فكله كان نشاط طبيعي. النشاط الطبيعي اللي بيؤثر في الكرة الأرضية ويؤدي إلى تغيرات مناخية ضخمة من عصور جليدية وغيرها هو ما يحدث للأرض من فيه ميل لمحور دوران الأرض. لو هذا الميل بيتغير، وهذا الميل بيتغير بالفعل كل 41 ألف سنة، إذا تغير ولو جزء من الدرجة، ده معناها أن في مساحات هتكون قريبة للشمس أكتر وفي مساحات أخرى بعيدة، وبالتالي يبقى في تغير مناخي. لو حصلت زلازل ضخمة بتؤثر في ذلك، لو حصل الطاقة اللي بتأتي إلى الأرض كلها من الطاقة الشمسية، الشمس نفسها فيها انفجارات. احنا لسه شفنا من عدة أيام كان في انفجار شمسي وكان في هالة شمسية ضخمة جدا وصلت سطح الأرض وكان لها تأثير. هناك أشياء كثيرة بتحصل في الشمس، وهناك دورات في الشمس نفسها، في دورات صغرى 11 سنة وفي دورات عظمى. طريقة دوران الأرض حوالين الشمس إذا كانت دوران دائري أو بيضاوي ده بيؤثر في المناخ. كل هذه عوامل طبيعية. يضاف بقى الجديد هو نشاط الإنسان، خاصة في الخمسين سنة الأخيرة، لأن إحنا حضرتك يا فندم، هل الأمر متعلق بارتفاع درجات الحرارة، يعني سخونة الغلاف الجوي مثلا؟ هو ارتفاع درجات الحرارة، هو هناك ارتفاع في درجة حرارة سطح الأرض بدأ من حوالي 11 ألف سنة. فإذا 11 ألف سنة ما كانش الإنسان له أي شيء، كان الإنسان ما كانش في أي نشاط، فبالتالي ده كان الارتفاع بسبب الظروف الطبيعية. لكن اللي بيحصل الآن، إحنا عدد سكان الأرض في ازدياد، إحنا دلوقتي على مقربة من 8 مليار نسمة، ومع ارتفاع مستوى المعيشة والصناعة
واصبح دلوقتي في السيارات والطائرات وال يعني النشاط الانساني في تلوث كبير، وخصوصا من محطات توليد الكهرباء. احنا دلوقتي في كل العالم عايش في كهرباء، لو شفنا 50 سنه فاتت او 100 سنه ممكن كان معظم العالم ما عندوش كهرباء، ما كانش فيه موجود. لكن دلوقتي محطات الكهرباء بتحرق كميات كبيره من الفحم، ومن مخلفات الفحم ثاني اكسيد الكربون، وهو عنصر يعني مهم جدا في ارتفاع درجات الحراره. يعني فاذا عندنا ناتج عن الانشطه يعني اللي بيمارسها الانسان بشكل يومي عامل كبير وعامل مؤثر. عامل مؤثر لان النشاط ده زاد في السنوات الاخيره. يعني في خلال يعني لو قلنا انه بدا من الثوره الصناعيه ثم بعد كده في الخمسين سنه الاخيره ازداد النشاط اكثر واكثر مع زياده عدد السكان وزياده، وطبعا احنا البترول يعني احنا برضو البترول اكتشاف حديث وليس من ايام القدماء يعني هو، فالبترول استخدم في توليد كهرباء واستخدم في وسائل النقل بصفه عامه واستخدم في المصانع وفي الصناعات، فاصبحت الملوثات وخصوصا ثاني اكسيد الكربون وفي اكسيد النيتروجين وفي الميثان وفي الكلورو فلورو كاربونز، دي برضو غازات تستخدم في زي الثلاجات وغيره من بعض الاجهزه. كل هذه الملوثات وزيادتها ادى الى مساعده الطبيعه في زياده درجه الحراره اللي هي بتزداد صوره طبيعيه اصلا. فاحنا كده بنساعد، وليس اذا حصل التغيرات المناخيه ليست بفعل نشاط الانسان فقط، نشاط الانسان عامل مساعد لان هي اصلا كانت في ازدياد. وبالتالي احنا دلوقتي الرساله اللي بنوجهها للانسانيه ان احنا نقلل من هذه الملوثات والانبعاثات، لان احنا كده بنعجل. يعني الحاجه اللي كانت المفروض تحصل في 1000 سنه احنا كده بنخليها تحصل في 500 سنه بدل 1000 سنه. يعني المواطن البسيط اللي بيشوفنا دلوقتي ممكن يساهم ازاي في يعني تقليل من هذا الامر؟ احنا الاسباب الرئيسيه في ارتفاع درجات الحراره وان ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر هو ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون ده بيزداد من عربياتنا، من المصانع بتاعتنا، من محطات الكهرباء. المحطات الكهرباء المفروض ان احنا نتخلى عن استخدام الفحم في محطات الكهرباء، لكن للاسف امريكا كانت بتنتج اكثر من 50% من كهرباء امريكا كانت من محطات فحم. الكلام ده كان من حوالي 15 سنه، الان حاولوا ان هم يتخلوا بعض الشيء. فدلوقتي اصبحت الكهرباء الامريكيه في حدود 20% او 19% بالتحديد من محطات الفحم، لكن المحطات الاخرى اذا استخدموا بترول اذا استخدموا غاز طبيعي برضه في نسبه بس نسبه اقل. الصين بقى وروسيا عندهم كميات كبيره جدا من الفحم، عندهم احتياط يكفي 200 و250 سنه، وبالتالي والفحم اسعاره رخيصه، ولو كان ينفع ان هم يبيعوه ويصدروه ويستخدم في اشياء اخرى كانوا عملوها، لكن نقل الفحم يلوث البيئه واسعاره رخيصه ونقله مكلف، وبالتالي يبقى الافضل لهم ان هم يستغلوه ويحرقوه في توليد الطاقه الكهربائيه رغم الثمن الباهظ من التلوث. صحيح في يعني اجراءات بتتخذ في هذه المحطات من اجل تقليل التلوث، لكن يظل هناك كميات كبيره. رصد ان ثاني اكسيد الكربون زاد بصوره كبيره جدا خلال ال 20 30 سنه الاخيره، يمكن اكثر من ال 100 سنه اللي قبلها، وبالتالي بهذا المعدل وهذا الحرق للمنخفضات احنا كده بنعجل بارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي لو زادت درجة الحرارة حوالي 4 درجات مئوية احنا عندنا الرفع. هل ممكن يا دكتور يعني بالفعل نصحى في يوم من الأيام نلاقي مدينة زي الإسكندرية اختفت بالفعل؟ لا لا، هنا الكلام ده بقى هو اللي مبالغ فيه. احنا ارتفاع درجة الحرارة لو قلنا ان درجة حرارة الكرة الأرضية يعني تزيد 4 درجات شيء مستحيل، عشان بس نطمن مستحيل هذا شيء مستحيل طبعا. يعني ارتفاع 4 درجات مئوية ده ممكن يبقى خلال 200 سنه، يبقى عمليه تدريجيه ان يبقى خلال 200 سنه، ولو سبناها للظروف الطبيعيه ممكن تبقى 1000 سنه وممكن تبقى الاف السنين. فبالتالي الارتفاع المنسوب سطح البحر ده بيرتفع يعني بالمليمتر كل
كل سنة حوالي 3 ملم. يعني برضو على المدى ما فيش ارتفاع مفاجئ يا فندم، يعني اسفه طبعا لمقاطعه حضرتك، على المدى البعيد هل في مدن مصريه ممكن هي تكون معرضه للاختفاء؟ هو دلوقتي الارتفاع بطيء للغاية، يعني عشان يرتفع منسوب سطح البحر ويغلق الإسكندرية يبقى العملية دي بطيئة مثلا على مدار 200 أو 300 سنة، نعم فمش هيصحوا أو في خلال شهر أو سنة أو سنتين مستحيل يحصل. يلاقوا إن إسكندرية غير، لا ده هيبقى العملية ببطء شديد جدا يشهده أجيال متتالية، وبالتالي يبقى هنا لا الذعر الأماكن بقى اللي في مصر ممكن معرضة للغرق هي طبعا الأماكن الساحلية. نعم. عندنا البحر الأحمر معظم الأماكن في البحر الأحمر مرتفعة ارتفاعات كبيرة، لأن البحر الأحمر عبارة عن مناطق جبلية فالخطورة فيه أقل بكثير من البحر المتوسط. البحر المتوسط عندنا فيه أماكن منخفضة، عندنا بورسعيد منخفضة، نعم، عندنا دمياط منخفضة، وطول الساحل في اسكندرية منخفضة، يمكن الساحل الغربي بقى في مرسى مطروح وبتاع مجرد بس الشواطئ، لكن في الداخل مناطق مرتفعه. المناطق المنخفضه في الدلتا هو ده يمكن الاهم، لان المعمور في هذا النطاق كله هو منطقه الدلتا. شمال الدلتا هو اللي معرض بما فيه اسكندريه، اسكندريه نفسها مبنيه على شريط مرتفع موازي لسطح البحر، لكن فيها بعض الاجزاء المنخفضه. إذا لو حصل ارتفاع في منسوب سطح البحر مش كل اسكندرية هتغرق، ده جزء هو فقط هو اللي هيغرق حول اسكندرية نفسها لأنها مبنية على منطقة مرتفعة. أيضا بعض القرى السياحية اللي في الغرب لأن في حواجز طبيعية بيتكونها الشواطئ من موج البحر والرمال، ودي موجودة اللي اتبنى عليها اسكندرية واتبنى عليها بعض القرى السياحية. ما بين هذه الحواجز في مناطق منخفضة، هي دي المناطق اللي تغرق بالمياه. المناطق المنخفضه يمكن في بعض القرى السياحيه عاملينها بحيرات دلوقتي ما بين الشاليهات او ما بين المباني، هي دي الاماكن اللي ممكن هتزيد. عندنا في شمال الدلتا مجموعه بحيرات، احنا هنتكلم ده مئات السنين، ده الكلام ده مئات طبعا مئات. احنا بس نشاط الانسان يعني لو كان عشوائي وبهذا الشكل بيعجل من حدوث ذلك. وبرضه في حاجه يعني هنا التغيرات المناخيه ده يعني الحقيقه بتحصل لظروف طبيعيه، ولكن هنا بنقول للنشاط ومش عايزين ان احنا نستخدم السياسه او نسيس هذا الموضوع، لان احنا دلوقتي قاده العالم وشفنا الاجتماع الاخير ممكن في دول اللي ما حضرتش، ودي الاسباب سياسيه لان برضه هي الملوثه للبيئه، ولو حضرت هتضطر يا اما تتوقف عن التلوث او تدفع. احنا هندخل هنا في امور، وشفنا ترامب من سنتين يعني انكر الموضوع ده وقال ده بيضحكوا على العالم، هو انسحب من اتفاقيه باريس. فاذا في موضوع هيدخل فيه بيبقى فيه سياسه، الدول لها مصالح وضد دول اخرى وهيدخل، لكن الموضوع علمي ويجب ان احنا نعترف به. في ارتفاعات في الحراره صحيح، ده لا أحد يستطيع أن ينكرها، في ارتفاع في ثاني أكسيد الكربون، ولكن هذه الارتفاعات يعني تدريجية وبطيئة للغاية وبتأخذ مئات السنين لو الإنسان شغال بهذا التلوث، وبتاخد آلاف السنين في الظروف الطبيعية. يعني أنا بس بنقول الحرارة، حابة قبل ما نختم يا دكتور أقف مع حضرتك على نقطة مهمة، لو المواطن البسيط بيشوفنا دلوقتي ممكن يعتبر إن الأمر الخاص بتغيرات المناخ طبعا من الأمور بالتأكيد المعقدة، أو يقول أنا ممكن أساهم في ده إزاي، ففي رأي حضرتك هل ممكن المواطن البسيط يقدر يقدم حاجة بأفعاله في حل هذا الأمر أم لا؟ هو يقلل يعني ببساطة، يعني أنا لو راكب عربية، العربية دي ملوثة للبيئة، طب أنا لو عملت لها الصيانة الطبيعية بتاعتها اللي هي إحنا عندنا فيه اختبار نسبة التلوث من شكمان العربية، الاختبار ده إحنا يعني في المرور بنشوف الطرق اللي بنعدي منها بأي طريقة، صرف النظر العربية خصوصا العربيات القديمة نسبة التلوث منها عالية، ما انت كده بتساهم. وبعدين في مشكلة ان الغازات اللي بتخرج سواء من السيارات او من المصانع او غيره، هذه الغازات بتستمر في الغلاف الجوي يعني على الاقل 100 سنة، وفي منها اللي بيستمر 10,000 سنة. يعني الغاز مش هنقول مش اللي هو مجرد خرج من العربية وشوية وخلاص راح في الجو وانتهى، لا ده ما بينتهيش، بيتراكم. فثاني اكسيد الكربون تراكم
موجود في الغلاف الجوي وبيقعد في بعضه منه بيصل الى 10,000 سنه. يعني فلو المواطن عرف كده يحسن عربيته بقى ويعمل الصيانه ده في العربيه. طب اللي هيولع مثلا زباله امام البيت والورق ويولع فيه ده، ما هو برضه ده هيطلع ثاني اكسيد الكربون بيزود في الجو. فاذا كل انسان لما يشوف حتى في بيته او في الشارع او في مصنعه او في غير اللي هو شغال في المصانع ومش مهتم ان تنقيه المداخن اللي بتطلع، ان هو مش يعني مش مهتم بيها بصيانتها، لا هو كده بيساهم في تلوث الكره الارضيه. لكن التلوث الاكبر والاعظم من الدول الصناعيه الكبرى في محطات توليد الكهرباء ومن الصناعه. واحنا هنا بقى بنناشد المسؤولين في مصر، مش ان احنا مش نقلل التلوث. اه صحيح بنقلل التلوث، لكن انا ما وصلت، انا ما عنديش صناعه اصلا عشان الوث، وما عنديش صناعه، وده وضع احنا مش راضيين عنه. احنا عايزين يبقى عندنا صناعه وهيبقى فيها نسبه تلوث خفيفه مسموح بها. فاحنا يعني لكن ان احنا نمنع التلوث نهائي معناها ان احنا نتوقف على الصناعه ونتوقف عن ركوب السيارات ونعيش بقى عيشه بدائيه، وفي حين ان الدول الصناعيه الكبرى هي اللي بتنعم بالصناعه والسيارات وغيره، واحنا الدول الناميه عايزين يعني نظل هكذا. لا احنا بنطالب المسؤولين ان احنا نعمل الصناعات والمصانع فيها تلوث، هنتبع المعايير الدوليه في انشاء هذه المصانع وفي نسب التلوث، ولكن ده عشان نحيا حياه يعني جيده واقتصاديه، ولا نعتمد اعتماد كلي على الدول الصناعيه الكبرى. على كل حال انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه في جامعه القاهره، بشكر حضرتك لهذا الكم من المعلومات، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. بذلك نختتم هذه التغطية الخاصة مع حضراتكم من تلفزيون اليوم السابع، شكرا لحضراتكم لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.